كما كما تتبع معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر دون بطمة في هذه اللحظة، هي تتغادر الدائرة الأمنية بعد ما تتمت دنيا معنا دنيا الآن دنيا المغاربة. إذا دنيا بطمة تتغادر الدائرة الأمنية كما تتبع معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر بعد ما أنا تقدمت هنا الله يحفظك يا شريف. يعني بعد ما تقدمت بشكايه في الموضوع كما سبق وذكرت فيما يخص الخيانه الزوجيه، بعد ما المعلومات اللي توصلنا بها لحدود الساعه وهو انه تم ضبط زوج دنيا باطمه بعد الاخباريه بالنسبه للزوج العائله بانه ضبطت الزوج ديالها في الخيانه الزوجيه، وهو كان موضوع شكايه كما تتبع معنا متتبعينا. فكما شاهدتم معنا من خلال هذا المباشر دنيا باطمه بشكايه في هذا الموضوع لمصالح الدائره الامنيه باش ضد الزوج ديالها، بعد ما اكدت بانه كان في خيانه زوجيه داخل احد الشقق كما سبق وذكرت في حدود الساعه. مازال ما عرفناش واش فعلا المعلومه صحيحه ولا ما صحيحاش. ف يعني جا الاب ديالها ويعني وقدم باش ما يشدش هاد البلاك هذا، باش يشد البلاك إذا متتبعي قناة شوف تي في في عال جيل ومباشر الآن دنيا باطمة المغنية دنيا باطمة تتواجد رفقة الأب ديالها في إحدى الدوائر الأمنية هنا في تابعة لولاية أمن مراكش في إطار تقديم شكاية بالزوج ديالها. بعد ما انه يعني الامس جاء الاب ديالها تقدم بشكايه فيما يخص يعني الخيانه الزوجيه بانه تم ضبطه، يعني انه الزوج ديالها تتواجد رفقه فتيات يعني بالشقه اللي هو محل محط الكراء ديالو، يعني هو تيكلها في احدى يعني في غيليز فاذا احدى الاحياء في غيليز. فالاب ديالها اللي جا انتقل الى عين للدائره هنا باش من اجل تقديم الشكاوى، وفعل بالفعل ما قامت به المصالح الامنيه بانه انتقلت الى عين المكان، ولكن لقت الزوج ديالها بانه جالس وحيد في هذيك الشقه. فتم الاستماع للمصالح الامنيه هنا بالدائره 22 الاب ديالها، في حين ان دنيا باطمه حسب المعلومات اللي توصلنا بها كانت مدينه طنجه في عمل معين واللي يعني فرضت على انه التنقل هنا الى يعني مدينه مراكش من اجل تقديم الشكايه مباشره، وهي طبيعه الحال عندها حجج تتاكد بان لها حجج في هذه المسائل هذه. فالان دنيا باطمه الان تتواجد بقلب احدى الدوائر الامنيه التابعه لولايه امن مراكش من مدينه مراكش، بعد ما الان هي في طور الاستماع لها في القضيه، في حين تعرفوا بانه كانت دنيا باطمه هي و يعني الزوج ديالها كانوا يعني الاسبوع الماضي بالمحكمه بقصر العداله بالمحكمه احدى المحاكم ديال الاسر، بعد ما قدمت يعني الدعوه ديال الشقاق وكذلك دعوه اخرى ديال دعوه اخرى فيما يخص يعني التهديد والابتزاز وخيانه الامانه. فالان تنتظروا ان دنيا باطمه الان تخرج من الدائره الامنيه، بعد ما كما تشوفوا معنا متتبعينا في هذه اللحظه يعني دنيا باطمه الان تتواجد داخل هذه الدائره الامنيه رفقه الاب ديالها باش انه تقدم شكايه في الموضوع فيما يخص الخيانه الزوجيه الخيانه الزوجيه كما سمعت. فالدنيا باطمه الان تتواجد بالدائره الامنيه كما تشاهدوا، هذا هو الاب ديال دنيا باطمه الان
او بيولج الدائره الامنيه كما تشوفوا. او في هذا المباشر الان الاب تولج الدائره الامنيه اللي سبقوا ذكرت، يعني الاب ديال دنيا بطمه في هذه اللحظه تيتواجد داخل الدائره الامنيه كما تشاهدوا معنا، لانه خرج الاب ديال دنيا بطمه من جديد من الدائره الامنيه كما تتابع معنا متابعينا من خلال هذا المباشر. يعني الاب ديال دنيا بطمه في هذه اللحظه التي غادر الدائره الامنيه في انتظار السياره اللي غادي تقوم بالنقل. هذه السياره كما تشوفوا معنا، يعني كما تشوفوا معنا هو الاب ابدا الدنيا بطمه في هذه اللحظات. تنصور الطوموبيله، شكون اللي جاي تنصورك انايا؟ تنصور انا غير الطوموبيله. حشومه عليكم اصاحبي سيرش، اش من اعلام اش من اعلام. كما تتبع معنا متتبعينا من خلال هذا المباشر، دنيا بطمه في هذه اللحظه هي تتغادر الدائرة الأمنية بعد ما دنيا دنيا الآن. دنيا 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 كما تتبع معنا متتبعينا خلال المباشر بعد ما انا تقدمت هنا لاحظت كلها الشريط، يعني بعد ما تقدمت بشكايه في الموضوع كما سبق وذكرت فيما يخص الخيانه الزوجيه، بعد ما المعلومات اللي توصلنا بها لحدود الساعه وهو انه تم ضبط زوج دنيا بطمه بعد الاخباريه بالنسبه للزوج العائله بانه ضبطت الزوج ديالها في الخيانه الزوجيه، وهو كان موضوع شكايه كما تتبع معنا متتبعينا. فكما شاهدتوا معنا من خلال هذا المباشر دنيا بطمه بشكايه في هذا الموضوع لمصالح الدائره الامنيه باش ضد الزوج ديالها، بعد ما اكدت بانه كان في خيانه زوجيه داخل احد الشقق كما سبق وذكرت في حدود الساعه. مازال ما عرفناش واش فعلا المعلومه صحيحه ولا ما صحيحاش. ف يعني جا الاب ديالها ويعني وقدم شكايه لدى المصالح الامنيه بالدائره الامنيه التابعه لولايه امن مراكش، وانه فعلا يعني رفقه فتيات شارع كريم الخطابي. نعم. مباشرة بعد ما تم اخبار النيابة العامة الى انه تم انتقال عناصر الدائرة الأمنية الى الشقة لتوزيع الشكاية، حيث تم وجود الزوج ديال دنيا بطمة. لكن كما سمعتوا فلا يعني لا تقدمت يعني عائلة دنيا بطمة في الأب ديالها والأخ ديالها بشكاية للدائرة الأمنية بخصوص أنه زوج دنيا بطمة محمد طرق كان تيتواجد رفقة فتيات بشارع بن الخطابي. فعلا الشكاية اللي كانت يعني ولدها للمصالح الأمنية اهتمام وانتقلت إلى عين المكان باش أنه يعني تم يعني ضبط زوج دنيا بطمة، في حين أنه لقاو بأنه وحيدا في